دخل إضراب سائقي الشاحنات يومه 19 في أكثر من 140 مدينة في مختلف المحافظات الإيرانية. وبدأ إضراب سائقي الشاحنات بداية في شهر مايو الماضي للاحتجاج على قلة أجور النقل وارتفاع الرسوم وشطب الدعم الحكومي وحث مستحقاتهم للتأمين، إلا أنه تم إيقافه لفترة بناء على بعض الوعود التي أطلقتها الحكومة. وأكدت تقارير ميدانية أن حركة إضراب الشاحنات عادت وبقوة في يوليو الماضي لتنتشر في 143 مدينة، وتفيد التقارير بأن السلطات شنت حملة اعتقال واسعة واعتقلت عددا من السائقين.